ضد الأستاذ عدنان هو هل هذا الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية هو حكم حائز لقوى الشيء المغربي؟ يعني واش غادي ننفذه ولا ما غاديش ننفذه؟ هذا السؤال اللي كيهم اليوم المغرب. هنا يمكن نسيرو نقطتين اللي كيجعل السؤال ديال هذا الحكم في حد ذاته صدوره في هذا الوقت محط سؤال سياسي وليس قانوني، لأنه في هذا المسار الذي قطعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي خاصة في الجانب المتعلق بالصراع القضائي أو القانوني كاين حضر في السياسة. أولا اتفاقية التبادل المرتبطة بالسيل البحري انتهت منذ يوليوز 2023، بمعنى أنه الحكم صدر ببطلان واحد اتفاقية اللي هي في الأصل انتهت، والمغرب منذ شتنبر 2023 وهو يتفاوض ويتناقش مع الاتحاد الأوروبي حول تجديدها الأولى. المسألة الثانية مرتبطة في هذا الحكم هو اللي كتسير الاستغراب، وأنه انت صدرت المحكمة العدل الأوروبية صدرت حكم كتقول على أنه اتفاقية التبادل الفلاحي كذلك مبطولة للأسباب التي ذكرت ولبعض الأسباب التي سأتحدث عنها، وفي نفس الحكم كتقول على أنه هذه الاتفاقية غادي تسمح بالجواز ديالها سنة ونصف، عاد ممكن يتم إبطال ديالها من دابا سنة ونصف اتفاقية غادي تكون انتهت مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذه المحكمة أصدرت حكما هي تعلم على أنه حكم غير قابل للتنفيذ، لأنه اتفاقية السيل البحري انتهت ولأنه أعطات واحد المهلة ديال سنة أو سنة ونصف إلى حين على أنه يتم إبطال اتفاقية التبادل الفلاحي اللي غادي تكون انتهت كذلك. وهذا السؤال ماشي فقط قانوني ولكن سؤال سياسي يحيلنا إلى طرح واحد السؤال حول الدواعي التي أدت هذه المحكمة إلى إصدار هذا الحكم. يمكن كاين 4 أو 5 ديال الدواعي الأساسية. اليوم يمكن مصادفة اليوم ونحن في هذه الندوة كاين إحاطة سيقدمها المبعوث الأممي ستيفن دي مستورة وكذلك رئيس بعثة مينرسو في جلسة مغلقة للأمم المتحدة لمناقشة الوضعية ديال بعثة مينرسو، ونحن نعلم جميعا على كون المغرب قد فرض منذ طرد المكون المدني على أنه العمل ديال بعثة مينرسو يبقى فقط عمل عسكري وعمل تقني متعلق بمراقبة وقف إطلاق النار بعد استكمال التحرير ديال الجنوب. العمل ديال بعثة مينرسو اليوم هو فقط على مستوى شق جدار العازل. مسألة ثانية هو أنه اليوم كاين 19 دولة أوروبية يتوزع موقفها ما بين دعم لمغربية الصحراء، وتالي ما قالش مغربية الصحراء كتقول على أنه هي تدعي مبادرة حكم الداسي. المسألة الثالثة هو أنه الموقف الفرنسي الجديد الداعم لمغربية الصحراء والداعم لمبادرة حكم الداسي نفس على المغرب على مستوى البرلمان الأوروبي، وحنا شفنا قبل يومين عندما طرحت كتل ديال اليسار الأخضر أو الراديكالي داخل البرلمان الأوروبي بغطرح القرار ديال محكمة العدل الأوروبية لمناقشته وللتصديق عليه، لأنه في نهاية المطاف هذا الحكم الهدف منه ماشي هو استعماله في المسار القضائي لأنه انتهى داخل أوروبا، هذا حكم الهدف منه من طرف تنظيم جبهة البوليزاريو ومن طرف الدولة الحاضنة لهذا التنظيم أن تستغله من الناحية السياسية خاصة على مستوى البرلمان الأوروبي، لأنها تعلم جيدا العلاقة ديال الشد والجذب اللي كانت ما بين المغرب والبرلمان الأوروبي، وتعلم جيدا على أنه أي اتفاقية سيتم توقيعها ما بين المغرب وما بين الاتحاد الأوروبي مستقبلا تتعلق بالصيد البحري والتبادل الفلاحي خاصة في المسطرة ديال الدوز عن طريق البرلمان الأوروبي ويتم مصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي بعد إجازتها والتوقيع عليها من طرف المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. هذه النقطة الثانية. المسألة المتعلقة بهذا النقاش المرتبط بهذا الحكم وجوانب السياسية فيها، أنا شخصيا أعتقد على أنه هناك محدد أساسي دفع وحرك يمكن نقولها لوبيات اقتصادية أوروبية من أجل دفع هذه المحكمة لاستصدار هذا الحكم، هو الموقف الذي عبر عنه ملك البلاد عندما قال على أنه لا يمكن أن تكون هناك أي مناقشة أو أي شراكة اقتصادية دون أن تكون هذه الشراكة مشتملة على الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وبالتالي أي نقاش اليوم مع الاتحاد الأوروبي وأي نقاش اليوم مع أي هيئة خارج هذا الإطار الذي حدده الملك وخارج الإطار الذي تشتغل عليه الخارجية المغربية أعتقد على أنه سيكون صعبا أن نتحدث عن تجديد اتفاقية السيل البحري. السؤال الثاني الذي طرح كذلك هو المتعلق ب واش المغرب كان ضروري خصو يكون طرف، واش يتدخل ولا ما يتدخلش في الدعوة. أنا أعتقد أنه اليوم المغرب في وضعية مريحة جدا، هذا شأن أوروبي
تصرفوا ميليشيات تنظيم بوليزاريو هذاك شغلهم، تعاملوا مع هذاك شغلهم، ولكن فيما يتعلق باتفاقية السيل البحري، فيما يتعلق بالاتفاقية ديال التبادل الفلاحي، إبطالها من طرف الاتحاد الأوروبي، المغرب ليس طرفا في هذا المسار القضائي، كيجعل المغرب في موقف مريح جدا، لأنه لو كان طرفا كان المغرب غادي يكون ملزم بتنفيذه، وكان المغرب غادي صعب عليه إن لم يكون غادي يكون صعيب عليه إن لم تكون استحالة ديال تجديد أو توقيع أي اتفاقية مستقبلا سواء مع بريطانيا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع روسيا أو مع الصين تشمل الأقاليم الصحراوية الجنوبية. اليوم المغرب الموقف حنا سمعنا الخارجية المغربية قالت هذا الشأن ديالكم، المغرب ما كانش طرف في ميله وبالتالي لا يعنينا في شيء، بمعنى أنه النقاش اليوم حول تداعيات نقولوا سياسية أو اقتصادية أو قانونية لهذا الحكم هو نقاش أوروبي بشكل أساسي. علاش؟ لأنه كاين سوابق قضائية أوروبية في هذا الشأن، كاين المحكمة ديال أراكسون على ما أعتقد في نواحي باريس سبق لإحدى الجمعيات الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية أنه رفع دعوى من أجل إبطال اتفاقيات الموقعة ما بين المغرب وفرنسا حول نفس الموضوع، ورفضتها لنفس العلة اللي سبق لمحكمة العدل الأوروبية أنه يعني قضت بعدم قبول الدعوى سابقا. المحكمة الإدارية في بريطانيا كذلك في لندن سبق لها قبل سنتين أو سنة ونصف أن أصدرت حكما بنفس الموضوع، بمعنى أنه اليوم هناك نقاش قانوني أو نقاش قضائي يهم دول الاتحاد الأوروبي. المغرب لو كان طرفا ما كانش غادي يمكن له يوقع اتفاقية ثنائية مع فرنسا أو مع إسبانيا أو مع ألمانيا أو مع هولندا، لأنه كان غادي يكون ملزم بهذه الاتفاقية لأنه كان جزء منها. النقطة ديال الصفات تكلموا عليها الأساتذة وأستاذنا القاضي الدكتور حسن بوقنطار، ما غاديش نعاود نتكلم فيها كثير وما غاديش نعاود في الحقيقة نثيرها، لكن فقط الملاحظة اللي قرأ الحكم غادي يلاحظ على أنه نفس القواعد السياسية التي استعملت سنة 2015 أو 2016 من طرف هذه المحكمة نفسها للقول بعدم قبول دعوة ديال تنظيم بوليزاريو هي نفس القواعد التي استعملتها اليوم من أجل تبرير مقبولية هذه الدعوة. سنة 2015 هذه المحكمة قالت على أنه التنظيم هذا هو تنظيم له صفة سياسية وليست قانونية وبالتالي ما يمكنلوش يترفع أمام المحاكم الأوروبية. اليوم جات حورس ذاك العلة نفسها اللي قالتها سنة 2015 أو 2016 وقالت اليوم على أنه هذه الصفة القانونية الصفة السياسية ديال تمثيلية ما يسمى بالشعب الصحراوي أمام الأمم المتحدة في المباحثة السياسية التي تتم كتعطى واحد الصفة قانونية، بمعنى أنه كان هناك تحوير للعلل القانونية التي تم استعمالها سابقا من أجل يعني يكون هناك تحول في موقف محكمة العدل الأوروبية. النقطة الثانية واللي ما تمش الإشارة إليها هو أنه المحكمة كذلك رفضت هذا الحكم لعلة ثانية، قالت بالحرف على أنه الطماطم والبطاطا اللي غادي تمشي من الصحراء إقليم الصحراء الغربية إلى أوروبا خصنا فيها التأكيد ديال الصحراء الغربية. هذه هي العلة الثانية اللي بموجبها المحكمة يعني قضت ببطلان تلك الاتفاقية. وهنا كيتطرح سؤال مفهوم ديال بلد المنشأ كيف ما جا في هذا الحكم، واش هو مفهوم سياسي ولا مفهوم قانوني في الحالة ديال ما يسمى بإقليم الصحراء الغربية؟ هل الإقليم هذا هو إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي؟ هل الإقليم هذا هو إقليم الأمم المتحدة نفسها لا تعترف به كإقليم محتل من طرف قوة استعمارية اللي هي المغرب؟ هل الإقليم هذا في اللجنة الرابعة المغرب هو اللي توجه اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار يعني تصفية الاستعمار من الاستعمار الإسباني وماشي تنظيم جبال بوليزاريو ماشي الجزائر؟ بمعنى أنه استعمال ديال بلد المنشأ الذي أرادت هذه المحكمة أن تستعمله ولصقنا واحد التيكيت في داك بطاطا ومطيشة كما سمتها اللي غادي تمشي من الداخل أو من العيون للاتحاد الأوروبي هو استعمال سياسي وليس استعمالا قانونيا، لأنه لم يكن هناك بلدا بمفهومه القانوني على مستوى ما يسمى في أدبية الأمم المتحدة بإقليم الصحراء الغربية. المسألة الأخرى هي المسألة كذلك المتعلقة بتنظيم جبهة بوليزاريو، وهذا هو السؤال في الحقيقة ما دام ذكرنا الخارجية والمغرب يعني شنو خصو يقوم به، خصو يطرح السؤال على الاتحاد الأوروبي. إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر في تقارير على أنه هذا التنظيم هو تنظيم ميليشياتي وهذا التنظيم هو تنظيم يهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وإذا كانت العديد من التقارير الأوروبية كذلك تشير إلى كون هذا التنظيم له ارتباطات بتنظيمات جهادية تكفيرية، هل محكمة العدل الأوروبية
وهل الاتحاد الأوروبي يقبل من هذه المحكمة أن تتعامل مع تنظيم بهذه المواصفات اللي كيقولوها تقاريرهم الأوروبية وليس فقط نحن؟ هذا السؤال أعتقد على أنه يجب أن يطرح للنقاش مع الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يطرح للنقاش مع المسؤولين الأوروبيين، لأنه نحن أمام تنظيم ميليشياتي مسلح يهدد فعلا الأمن والاستقرار في المنطقة. الانتصار الوحيد إنجاز التعبير لهذا الحكم من طرف تنظيم بوليزاريو من طرف الدولة الحاضنة الجزائر، وأنه اللحظة اللي في 2015 اللحظة اللي قالت محكمة العدل الأوروبية ابتدائيا واستنافيا على أنه هذا الدعوة عدم قبول الدعوة لأنه بوليزاريو ما عنده الصفة القانونية، التجأت على ذاك الجزائر إلى حيلة أخرى، كانت تلجأ إلى تنظيمات أوروبية عندها الصفة القانونية لأنها تنظيمات أوروبية من أجل الترافع أمام محاكم أوروبية. إحنا شفنا في بريطانيا ماشي تنظيم بوليزاريو اللي رفع دعوة أمام المحكمة الإدارية في بريطانيا، بل واحد الجمعية بريطانية لدعم الشعب الصحراوي. في فرنسا التجأوا لواحد النقابة عمالية فلاحية من أجل رفع دعوة أمام محاكم فرنسية. بمعنى أنه انتصار إنجاز التعبير الوحيد اليوم الذي حققه تنظيم بوليزاريو ومعه الدولة الحاضنة، وأنه غادي يعاود يفتح الباب أمام واحد المعركة أو معارك قضائية جديدة ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين هذا التنظيم، وغادي يمكن أو مكن من جديد تنظيم البوليزاريو من أنه يترافع من جديد أمام المحاكم الأوروبية مستشهدا بهذا الحكم، معنى أنه أخذ واحد الصفة قانونية من أجل تصرفه أمام المحاكم الأوروبية. ونختم هنا وأعتذر إذا كنت قد أطلت.